حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد، عن إبن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله. اكتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتى حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك.